عيالي على طول يتهاوشون يضربون بعضهم بعض في البيت هل هذا العلاقة بقوة الشخصية هو طبعا يعني على فكرة الصبيان دائما غير البنات الصبيان الهواش شيء طبيعي وإحنا نشجع هذا على فكرة إحنا ما عندنا مشكلة بس هو الأباء والأمهات شو يسوون أنتم ممكن تحطون قانون في البيت أنه أماكن معينة الضرب فيها ممنوع مثلا ممنوع ضرب الوجه ممنوع ضرب الأماكن الحساسة إلى آخره واحد اثنين تحطون من ضمن القانون اوقات معينه للعب اللي هي المصارعه هذه. اولا نحط قوانين للمصارعه، ثانيا نحط قوانين للمصارعه يعني قوانين توقيت المصارعه. ثالثا نحط نظام مثلا صبيان ما يضربون البنات. صبيان يضربون بينهم وبين بعض. فنحط نظام، نحط قوانين وبالتالي انا افتح لهم المجال والله عاد هم بيتضاربون، انا ما عندي مشكله. هل هذه تساهم في تقويه الشخصيه؟ الجواب نعم. اللعب هذا اللي احنا نسميه مصارعه انتم تسمونه هواش انا اسميه مصارعه بقوانين هل هذا يساهم في تقويه الشخصيه الجواب نعم انا بالنسبه لي يساهم